السؤال هو: مستر كريم، احنا دفعنا للكورس ومحدش دخلنا في الجروب ومحدش دخلنا في الشات ومحدش بيرد علينا، نعمل ايه؟ اولا يا حضرات، احنا عندنا نوعين من الناس بيدفعوا. حضراتكم يا اما دفعتوا قبل الديدلاين، احنا كل كورس جديد بيكون له ديدلاين، بيكون له وقت بنقفل عنده الحجز او الدفع لازم يتم قبله، فيا اما حضراتكم دفعتوا قبل الوقت ده اللي احنا حاطينه في الرساله بتاعت الدفع، يا اما حضراتكم دفعتوا بعد الوقت ده. الناس اللي دفعت قبل الديدلاين، قبل الوقت اللي احنا كاتبينه، هندخلهم ان شاء الله باذن الله 100% جوه الجروب اللي عليه الحصه وجوه الشات وكل حاجه قبل الحصه الاولى بعد الدفع. ان شاء الله هندخلكم قبل الحصه وبنعمل جاهدين بالترتيب، بناخد الناس اللي دفعه وبندخل الطلبه واولياء امورهم وكل حاجه، فما تقلقوش لو دفعتوا قبل الميعاد، بس في عدد كبير لازم نرد عليه فبنتاخر شويه يمكن عقبال ما نوصل لحضراتكم. اما لو حضراتكم دفعتوا بعد الميعاد اللي احنا محددينه، فان شاء الله طالما الحجز كان مازال مفتوح، الدفع اللينك بتاع الدفع مفتوح، هندخلكم برضو، بس غالبا هندخلكم بعد الحصه ما تخلص، بعد ما ندخل كل الناس اللي دفع بدري ونعمل كل حاجه تمام، بندخلكم بعد الحصه والفيديو بيكون موجود تقدروا تشوفوه. اوكي، في حاله ان احنا مشينا بسرعه شويه ان شاء الله نحاول ندخل حضراتكم كمان قبل الحصه. في كل الحالات الحصص مسجله وموجوده، واي حد دفع متسجل الدفع بتاعه وهنبعت له وهندخله ان شاء الله، ما تقلقوش خالص. شكرا يا حضرات.